كل خير اللهم يا رحمة، وبارك في ذريته ومن يعز عليه وفي أهل المجلس ومن يحب السيد ومن يحب أهل المجلس. عن أسباب إجابة الدعاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقعد إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ الحديث رواه مسلم. أحبابي، العلم بحر، اللهم فهمنا، اللهم علمنا، نستفيد من الحديث أن لا نأكل إلا الحلال،